تحت رعاية رئيس الجمهورية وتزامنا مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، أعلنت وزارة الداخلية بدء فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد بأنحاء الجمهورية اعتبارا من أول سبتمبر المقبل. تأتي المبادرة في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين. اقترب العام الدراسي الجديد ومعه يبحث أولياء الأمور عن مستلزمات مدرسية بأسعار مخفضة، ولتخفيف الأعباء عنهم وتوفير احتياجاتهم بهذه الأسعار، أعلنت وزارة الداخلية بدء فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية اعتبارا من الأول من سبتمبر ولمدة شهر لتوفير المستلزمات المدرسية. واعتادت وزارة الداخلية مع بداية كل عام دراسي أن تسهم بفعالية في توفير احتياجات الطلاب بأسعار مخفضة، لذا اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لإطلاق هذه المرحلة من المبادرة بالتنسيق مع الكيانات الصناعية المتخصصة وكبرى المكتبات والسلاسل التجارية لطرح كميات كبيرة من المستلزمات المدرسية بجودة عالية وتخفيضات تصل نسبتها إلى 30%. يشرفنا جدا النهاردة أن احنا نشارك في المبادرة رقم 23 مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد الرئيس. عاملين خصومات كويسة وبنوفر لكل الطلاب جميع الأدوات المدرسية والكتابية والمستلزمات المدارس كلها بأسعار كويسة جدا وخصومات كويسة جدا، والهدف من مشاركتنا هو تخفيف العبء على كاهل المواطن العادي بأن احنا بنقدم منتجات بجودة عالمية وبأسعار تنافسية. بنكون حريصين دايما على المشاركة في مبادرة كلنا واحد لتوفير سلع المدارس للمواطنين بأسعار طبعا تعتبر أسعار مخفضة جدا. تشارك في هذه المرحلة 38 كيانا وسلسلة تجارية و814 منفذا، إضافة إلى إقامة 6 معارض رئيسية و17 معرضا فرعيا بالشوارع والميادين الرئيسية بمختلف المحافظات، جميعها موضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت. تتوفر فيها كافة الاحتياجات المدرسية بأسعار مخفضة. في الحمد لله جودة عليها في المعروض من أدوات دراسية وملابس وشنط، كل ما يحتاجه الطلبة إن شاء الله متوفر في معارض المبادرة، وبنطمن الناس هتيجي تلاقي حاجات بأسعار مخفضة وهتلاقوا كميات كبيرة جدا. بالتوازي مع توفير المستلزمات المدرسية، تستمر المبادرة في توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60%. كما تواصل منظومة أمان توفير السلع الغذائية عبر منافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي يصل عددها إلى 1026 منفذاً، موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام الجاري. وتأتي المبادرة في إطار حرص وزارة الداخلية على مساندة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم في ظل توجيهات القيادة السياسية برفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. تجهيزات كبيرة تقوم بها وزارة الداخلية من أجل إطلاق المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد، والتي تهدف إلى توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور مع قرب حلول العام الدراسي الجديد. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.